السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. كما أكدنا ذلك في خبر سابق قبل أيام قليلة بقرب تحول الدوري المغربي إلى إسبانيا عبر بوابة مجموعة من الأندية التي راقبت اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الفريق التركي غلاطاسراي وأبرز فالنسيا وإشبيلية وبيتيس. تأكدت الأخبار من إسبانيا تقول أن فالنسيا يستعد للتعاقد مع الدولة المغربية على الرغم من الأزمة المادية التي يمر منها الفريق كسائر الأندية العالمية. بل وقالت الأخبار المتداولة بالصحف الإسبانية أن الدولة المغربية سيتعاقد مع الفريق الإسباني المذكور. ومن ناحية أخرى أبرزت الأنباء أن المدرب فالنسيا خافي غارسيا وافق أيضا على انتقال يونس بالهندوي يريد رؤيته في فريقه. وكان بالهند قد انفصل عن فريقه التركي في 10 من شهر مارس الماضي بإعاز من مسؤول الفريق لكون اللاعب انتقدهم بشدة على سوء تدبيرهم، وهو ما عارضه المسؤولون باتخاذ قرار فسخ العقد من طرف واحد. قال رومان سايس قائد المنتخب الوطني إن مواجهة موريتانيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضية طرحت صعوبات عديدة على أسود الأطلس، مشددا على ضرورة التحسن في قادم المواعيد إذا ما أرادت النخبة الوطنية إنجاز شيء ما في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون والتأهل لنهائيات كأس العالم بقطر. وأوضح مدافع ويفرهامبتون الإنجليزية في تصريح تلفزيوني أعقب المباراة بالقول: كانت مقابلة معقدة، الملعب لم يكن سهلا والرياح كانت قوية، هم معتادون على اللعب في هذه الأجواء أكثر منا، لكن قد سببوا لنا مشاكل بنهجهم التكتيكية، لكننا بقينا متماسكين دفاعيا. وأضاف المتحدث نفسه قائلا: نحن مطالبون بتحسين مستوانا إذا ما أردنا تحقيق شيء ما في كأس أمم إفريقيا القادمة والتأهل لنهائية كأس العالم. عمل كبير لا زال ينتظرنا، الآن سنفكر في اللقاء المقبل أمام بوروندي. وشارك سايس كرسمي منذ بداية المقابلة مجاورا في قلب الدفاع اللاعب زهير فضال. انتقد واحد خليل زيش لاعبي المنتخب الوطني المغربي عقب التفاعل الذي حققه مساء أمس الجمعة أمام منتخب موريتانيا، وكانت المباراة عقيمة من ناحية الفرص السانحة لتسجيل، علما أن أسود الأطلس كانوا قادمين تأهلا لكأس إفريقيا قبل خوض اللقاء، وذلك عقب تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى. ولم يتردد واحد في انتقاد بعض اللاعبين دون كشف أسمائهم، وقال في الندوة الصحفية التي تلت المباراة: العديد من الأشياء لم أكون راضي عنها، موريتانيا استحقت النقاط التي حصدتها أمامنا سواء في الذهاب أو الإياب، لقد خلقوا لنا بعض المشاكل في الذهاب، لقد خلقنا بعض الفرص، لكن هذه المرة لم نقم بأي شيء. وأضاف: لقد اتفقوا علينا من الناحية الاندفاع رغم أنهم لعبوا المباراة من أجل البحث عن التأهل. أقر آدم ماسين ظهير المنتخب الوطني بأن التعادل المحقق أمام موريتانيا لم يكن النتيجة التي يسعى إليها أسود الأطلس، مؤكدا على ضرورة النظر إلى الأمام والتركيز على المواعيد القادمة التي تنتظر ممثل الكرة الوطنية. وقال لاعب واتفورد الإنجليزية في تدوين أعقبة المواجهة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام: ليست النتيجة التي كنا نطمح إليها، لكن علينا التطلع إلى الأمام بإيجابية جاهزون للمباراة القادمة. وشارك صاحب 27 سنة كأساسية شاغلا الرواق الأيسر الدفاعي، وهو المركز الذي ظل يرهق المدرب المنتخبات الوطنية في السنوات الماضية نظرا للخصائص التي تعاني منه كرة المغربية في هذا الموقع. واستحسن العديدون الأداء الذي بصم عليه ماسين في أول ظهور رسمية رفقة الأسود، معتبرين أن لاعب بولينيا الإيطالي السابق لا زال بإمكانه تقديم مستويات أفضل في المباريات القادمة. تطرق الموقع الرسمي لنادي تشيلسي الى مصاري لاعبي حكيم زياش رفقة المنتخب الوطني بعد التعادل الذي عاد به اسود الاطلس من نواكشوط امام منتخب موريتانيا. المنصة الرسمية للبلوز عنونت مادتها المتعلقة بصاحب 28 سنة بالقول: مهمة غير مكتملة لزياش في كأس امم افريقيا، في اشارة الى ان الدولي المغربي لا زال لم يحقق الاهم مع المنتخب في المحفل القاري ما دام ممثل الكرة الوطنية لم يحصد اللقب وينهي
اعتذارا أم مدة 45 سنة أملا في القبض على كأس الإفريقية. وعاد تشيلسي إلى رحلة زياج في النسخة السابقة من الكان بمصر، معتبرا أن اللاعب لم يظهر بأفضل مستوياته نظرا لافتقاد الخبرة في هذا الصنف من المسابقات، وهو ما نتج عنه إدارة ضربة جزاء أمام منتخب البنينية في ثمن نهائي المنافسة. عدد مدرب المنتخب الأولمبي سابقا بيرناردي سيموندي الإمكانية التي يتوفر عليها المغربي أشرف حكيمي لاعب انترناسيونالي، مؤكدا أن صاحب 22 سنة يملك قوة بدنية هائلة بالإضافة إلى قدرات فنية تسمح له بالتألق وإحداث الفارق في المباريات التي يخوضها. وقال المدير الفني الفرنسي في حديث لموقع نيرازوري: أشرف اللاعب يزخ بإمكانيات بدنية هائلة للغاية، إنه سريع ومجتهد وإمكانه التنافس على الصعيدين الدفاعي والهجومي. أعتقد أنه ملائم للرسم التكتيكي الذي يعتمده المدرب أنطونيو كونتي، وتابع كونتي يدرك المؤهلات التي يملكها أشرف، لذلك كان وراء جلبه إلى الفريق في الصيف الماضي. عندما يتواجد حكيمي في الهجوم فإنه يصبح خطيرا للغاية بالنظر لسرعته الفائقة وجودته. في البداية وصفه الإيطاليون بأنه ظهير أيمن خالص، لكن ليس مركزه، هو لاعب يؤمن الرقاب بأكمله رغم حدث سنه. أشرف قوي جدا، كذلك خارج الملعب بعقلية جيدة، يردف مدرب أولمبيك خريبغا سابقا. تفاعل لاعب نادي إشبيلية مونير الحدادي مع ظهوره الأول بقميص المنتخب الوطني في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام موريتانيا، ونشر المهاجم البالغ 25 عاما صورة له من المباراة التي شهدت غيابا تاما للمتعة الكروية، وأرفقها بعبارة جاء فيها: سعيد لظهوري الأول مع المغرب والتأهل لكأس أمم إفريقيا. أما الناخب الوطني واحد خليل زيتش علق بعد انتهاء المواجهة قائلا: محبط جدا بأداء اللاعبين، وكنت أنتظر الكثير من بعض الأسماء الجديدة ماصين والحدادية، لكن ظروف المباراة كانت صعبة وينتظرها عمل كبير لإصلاح بعض الأخطاء مستقبلا. تواصل صفحة الليغا الإسبانية إشادتها بالدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية، بعد فعل شيء مختلف وغير معتاد من الحراس في مباراة بلد الوليد وإشبيلية. ويعد حارس بونو أحد أبرز النجوم العرب في سماء الكرة العالمية، على الرغم من أنه يلعب في مركز حراسة مرمى، إلا أنه وضع نفسه ضمن كوكبة النجوم العرب المبدعين في ملاعب الأوروبية. وحقق حارس المغربي رقما قياسيا جديدا، حيث لم يكتفي الأسد الأطلسي بحماية تعريني إشبيلية، بل تعد ذلك حين قام بفعل شيء مختلف وغير معتاد من الحراس، وذلك في مباراة بلد الوليد وإشبيلية في الجولة 28 من الليغا. كشفت تقارير صحفية سعودية عن موعد عودة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي للسعودية استعدادا لمباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وأوضح المصدر نفسه أن مهاجم المغربي سيعود يوم السبت بعد إجازة التي حصل عليه من قبل إدارة النصر، وذلك من أجل الانخراط في التدريب الجماعية. وأضاف المصدر ذاته أن النصر كان قد أخطر الدولي المغربي ومواطن نور الدين أمرابط بضرورة العودة قبل نهاية الشهر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن أمرابط كان قد عاد إلى السعودية مساء أمس الجمعة قادما من هولندا، بينما قضى حمد الله إجازته في بلده المغرب.